بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة تسأل زوجها رزقه من حرام، وعند زواجها لم تكن تعلم إلا بعد مضي مدة 6 أشهر من زواجها، ورزقت منه بابنين، وهو لا يعاملها معاملة حسنة، وهي تنصحه أن يبتعد عن هذا المال الحرام لكنه يرفض، فهي تسأل هل تصبر أم تطلب الطلاق؟ لا شك أن فسق الرجل وكسبه للمحرم أنه يضر به وبأهله، وهذا مؤثر في طعام زوجته وفي أبنائه، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عضو نبت بالحرام فالنور أولى به. ولهذا فإن هذه المرأة متضررة ببقائها مع هذا الرجل الذي يكسب الحرام، ولكن عليها أن تنصح هذا الرجل أن يترك هذا الكسب المحرم، وأن توجهه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما طلبها للطلاق فهذا يحتاج إلى النظر فيما يترتب على هذا المفاسد، وهل الرجل يعني قد يقبل بالطلاق أو لا. على كل حال تناصحه، وهي إذا بذلت ما تستطيع من النصح وليس لها قوة على منعه وليس لها نفقة إلا ما يعطيها زوجها، فليس عليها شيء في ذلك، وإنما هذا الإثم على الرجل، ولكن يجب عليها أن تجتهد في نصحه وفي بيان ما يجب عليها تجاهه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو واجب لكل مسلم. بارك الله فيكم. هي الآن المرأة سألت عن جانب وهو ما يتعلق بالبقاء مع الزوج أو مفارقته، لكن بقي أمر وهو أنه هل يجوز لها أن تستعمل ما يعطيها هذا الرجل من المال، وكذلك أولادها هل يستعملونه؟ وذكرت هذا أن المرأة إذا ليس لها نفقة إلا ما يعطيها زوجها ليس عليها شيء في ذلك، وإنما الكسب المحرم يكون إثمه على صاحبه. وهذه المرأة إذا كان استغنت كان لها مال تنفق منه تتنزه يعني عما تعلم خصوصا أنه محرم بعينه، فإنه يجب عليها تركه. وأما إذا دخل في كسب زوجها فالصحيح أنه ليس هو حرام عليها إذا أنكرت. وأما إذا تعففت وأنفقت من مالها، إذا كان عندها مال، إذا كان عندها راتب أو موظفة، فهذا أفضل لها. ولكن إن لم يكن لها مال وأعطاها زوجها فليس لها حيلة وليس لها سبيل إلا أن تنكر، ويرجى إن شاء الله أنه ليس عليها إثم في ذلك.